ودابا غنخليوكم مع ابتسامة رمضانية رفقة عبد العزيز العبوبي. السلام عليكم، رمضان كريم وربنا اكرم. تحيه لكم احبابي. اليوم بغيت نهضر مع اليوم راكم عارفين ابتسامه، نبدلوا الساعه بساعه اخرى. علاش حشومه عليكم كتبداو تعيروا في المنتخب الوطني المغربي؟ حشومه والله الا حشومه. الله اودي المنتخب ايها الجمهور العزيز، حشومه عليكم وعار عليكم كتبداو تعيروا في المنتخب ديال كره القدم ملي كيدخل الملعب وانتم كتسبوا فيه وكتشتموا فيه. علاش خصكم تعذروهم خصوصا اللعابه فاكانس الجاليه المغربيه المقيمه بالمنتخب المغربي؟ راهم معذورين. خصكم تعرفوا بان الدراري فاكانس ما كيتصنتوش للمدرب لان والديهم موصينهم كيقولوا لهم ما تصنتوش للمدرب. فاش يقول لكم المدرب خير وسيله للدفاع هي الهجوم، عرفوا راه باغي فيكم الخدمه. شو قال لكم والديكم؟ راه الهاجم يموت شرع. انت ولدي مهاجم في المغرب عندنا كتسمى هاجم، وفي المغرب الهاجم تيموت شرع. هو تقول شي ولدي تهجم على الناس يقتلوك؟ داكشي باش الدراري فاكانس ديالنا ما كيبغيوش يماركيو تيرجعوا للور. ايوا تصنتوا لوالديكم الله يرحم الوالدين وحنا هانيه. ما تجيبوا لنا بيوت، ما تجيبوا لنا فقصه، هانيه. تما لين العاب القوى مساكن راهم معذورين، يحسب ليهم ما كيبغيش يجيبوا الذهب غير هكاك. لا 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 ودي، راه الوالدين ديالهم كيوصيهم تيقول لهم اسمعوا وليداتي الله يرحم باكم عندك وتجيبوا الذهب، الذهب راه طايح هذا الوقت. ما تجيبوش دابا هذا الوقت، الذهب طايح في هذا الوقت. ماشي اللي جاي يضحك عليكم يا الضحكات، راه الذهب كاين، راه الذهب كاين عند الدار المخيره، فيها المضمات، فيها الدبانج، فيها السلاسل، فيها الكرامط، فيها الخير موجود عندك. الا تجيبوا جيبوا النحاس، حنا بغينا فين نديروا الحجابات. اذا ما تبقاش تعيروا الرياضه ديالنا. تحيه لكم، رمضان كريم وربنا اكرمه. كنتم مع عزيز العبوبي. كنتم مع ابتسامه رمضانيه رفقه عبد العزيز العبوبي. واربح اربح.